كل عام والشعب العراقي بالخير والشعب الموصل اللي بالخصوص الشعب العريق وسلام الله على الموصل واهل الموصل. الحمد لله والشكر لاقبال الناس، يعني هي فرحه العيد وعيد الاضحى المبارك، والناس اقبلت على من الصباح الباكر على الكاهي ومشينا العالم الحمد لله. والله احنا ما بصراحه من 12 بال... لا لا من 12 بالليل احنا كنا فاتحين، بس العالم يعني طبت ادنى بالاربعه، اي الاربعه الصبح. لان كاهي وجيمر اكو من ياخذ كاهي سفري للبيت يعني ياكل ويا اهله، والحمد لله والشكر. نقدم الكاهي بورك كريم كاهي مقرمش، نحن منطقه الدواسه مثل ما تعرف، كاهي مكان مكرمه، اشهر كاهي في الموصل، محل قديم من 1975. انت بخير من عايدين بصحه وسلامه ان شاء الله. والله هي اليوم اول ايام العيد، تعرف عيد الاضحى يعني لازم يكون اقبال على الكاهي والقيمه، فالعالم لازم تاكل كاهي وقيمه، يعني اول ايام وفرحه والعيد يجي فرحه يعني، والحمد لله والشكر يعني عايشين باجواء حلوه وفضل من الله عز وجل هذا الحمد لله والشكر. احنا باسواق الدواسي بشارع الاتياريه يعني بالضبط عن اجدادنا هذا الشيء اخذناه، ويعني الحمد لله والشكر ماشيين بهذا السلك والحمد لله. والله اجواء العيد شوي ترتفع اسعار القيمه لانه يصير سحب علينا واقبال حيل، فشوي يرتفع الاسعار، فهسه حاليا والله عم بيعوا ب 30 الكيلو والعالم يعني ما تاكل ما تدخل، بس احنا نتمنى انه ينزل اسعار القيمه لان الفقير يريد ياكل، يعني هذا اذا نزل القيمه كثير اوجه لنا. وانت بخير ان شاء الله علينا وعليكم من عاد بالصحه والسلامه ان شاء الله. شلون تشوف اسعار الجيمر بهذا الاعتراف؟ والله يعني هي بايام الاعياد شويه الجيمر يعني يغلى اسعار الجيمر ولا يا، بس يعني هي فرحه ما مشكله انه غالي ولا ما غالي، فرحه ان شاء الله للمواطنين كلها. بس يعني اسعار الجيمر هسه يعني هسه 30 تقريبا يعني ما يقدر كل مواطن على ايه ما كل مواطن يقدر يشتري، اي نعم ما كل مواطن يقدر يشتري لانه 30 الف هسه عند بالاخص ان الدولار مرتفع والاسعار كلها مرتفعه، العالم يقول لك مكان ما اشتري جيمر اشتري غير شغله، ما كل الفقير ما يقدر ياكل. اي والله هسه ان شاء الله راح اشتري جيمر وكاهي وطالع على جماعتي بالحلاقه. والله والله اقبال كل عيد، وعندك كل عيد يعني زياده عندك بالاسعار الجيمر والاقبال اقوى، وانا من الناس اشتري نفس الشيء. كم سعرها هسه؟ والله ما اعرف بعد هسه ما سالت، هسه نزلت 30 مو يكون شويه سعره مبالغ فيه يعني مو كل الناس يقدرون يشترون هذا؟ طبعا اكيد ما مساله طبيعيه هاي بالطبيعية بأهل الموصل طبيعتهم أنه كل عيد زيادة عندك. والله فردنا بغالي يعني الدولار صعد والمعيشة صعبة، فردنا إيجار قاعدين إحنا. أنت اشتريت اليوم جيمر على الريوز؟ ما اشتريت بعد والله، توتي جيت والله من الشغل دست لبعت والله بالجامعة أسوي الحمد لله. يعني شوف أقبال الناس هل هذا العيد شوفه زين على الجيمر؟ الزنقيل بس يقدر، الفقير ما يقدر يشتري غالي، كل شيء غالي بالوقت. والله ما اعرف 100 دولار بالدولار كيلو مال جيمر 30 الف كيلو الجيمر وغلى يعني فردنا معاناه.